السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في اخر فيديو في رمضان. وبما ان ده اخر فيديو في رمضان فطبيعي بقى عن ايه؟ عن الكحك. يعني مش هنيجي مثلا نعمل كنافه بالمانجا يعني في اخر رمضان. فانا قلت بدل ما اجيب براند واحد من الكحك ونجرب ايه التشكيله اللي عنده، قلت لا انا اعمل مقارنه بين كذا براند. بس كنت في الاول عايز اجيب اللي هو ايه، كحك بالعجوه بالملبن الحاجات دي، بس انا لقيت ان الكحك اللي بالعجوه ده مش موجود في كل البراندات اللي انا عايز اجيبها. فقلت خلاص هجيب الكحك الساده بحيث ان انا سهل ان انا الاقيه في كل البراندات، في نفس الوقت يبقى سهل ان انا اقيم عليه طعم الكحك نفسه، يبقى طعم الكحك باين اكتر. فعشان كده انا جبت النهارده 3 اماكن، العبد وايتول وعبد الرحيم كويدر. ابتدي بقى يا ست المخرج. اتول، نبدا بايتول. طيب هي العلبه بتاعت اتول هنا يعني شكلها ظريف، عاملين رسمه عليها كده، هو مسجد ابن طولون فشكلها ظريف الصراحه، ولفينها بستريتش كده. شيل بقى الاستريتش ده. كاتب لك هنا هي دي السعاده. دي بقى بتتفتح ازاي؟ انا احب الحركات دي. طيب هي العلبه هنا متقسمه مستطيلات كده او 4 علب. العلبه دي جواها 6 قطع، 6 × 4 هم 24 قطعه. وحاطين لنا هنا كيسين سكر بودره وفي كيسين الناحيه الثانيه برضو. يلا كده معانا 4 اكياس سكر بودره. فكباكجينج لا شكله محترم وظريف الصراحه. ادي شكل الكحكيه، هي يعني ملمسها طري بالمناسبه، ما تحسهاش خشنه كده. طيب احنا هنجرب اول واحده كده من غير سكر، نشوف كده الطعم عامل ازاي. انا ملحقت شاطم يعني سناني، بس يا دوبك لمست الكحك خلاص اتقطعت، فطريه بشكل مش طبيعي يعني غريبه، بس طعمها حلو قوي. طيب هو هنا الكحك السكر بتاعه مظبوط؟ ريحه الكحك اللي موجوده فيه متوسطه، لا هي كتيره ولا هي قليله، وزي ما قلت لكم هي طريه جدا جدا. يعني انا متعود ان الكحك بيبقى ناشف او خشن شويه عن كده، فلا حلوه بس ما تحسش برده ان فيها ايه طعم السمن البلدي قوي. بس مش معنى كده ان هي وحشه، بالعكس جامده جدا. يعني انا ما كنتش متوقع المستوى ده من اطوال بصراحه. خلينا نفتح السكر بودره كده ونحطه برده على الكحك. ماشي، خلينا ندوق كده. لا بصراحة بروفي اتول عاش. لو هنقيم من 10 يعني ممكن اديله 8 من 10. كفاية كده على اتول، خلينا نخش على بعده. نخش على عبد الرحيم كويدر. العلبة بتاعت اتول يعني كان فاضلها شوية كده وتحس ان العلبة مربعة، لا هنا مستطيل جدا يعني. الديزاين برضو بتاعها ظريف حلو في الوان حلوة، بس بتاعت اتول عجباني اكتر. هنا بقى الدنيا مختلفة شوية، هي احسن في حاجات واوحش في حاجات. يعني الكحك تقريبا كله متدمر، لكن هنا بقى عاملين حركة شيك بصراحة. ايه بقى هي الحركة الشيك دي؟ هما جايبين لنا هنا بتاع زي الملاحه كده بحيث ان احنا نحط جواها سكر البودره ونرش بقى كده. وحتى هنا العلبه البلاستيك دي برضو ليها غطا. اتوال كان كيس. ادي كده شكل الكحكايه. طيب اختلفت الاراء، يعني انا واحد شايف ان لا اتوال احلى، المخرج شايف ان كويدر احلى. كويدر هنا تحس السمنه بتاعته اللي مستخدمينها احسن من اتوال شويه، في نفس الوقت برضو حته الكحكه يعني تحس ان ايه ماسكه نفسها سنه عن اتوال. اتوال كانت دايبه خالص، بس كسكر انا شايف ان اتوال سكره كان مظبوط اكتر. خلينا نشوف السكر كده، نحطه في الملاحه دي ولا مش عارف اسمها ايه. لا هنا بقى مع السكر الدنيا ظبطت تماما، يعني السكر اللي كان ناقص هنا سكر بودره ده بقى عوضه، بتحس دلوقتي كده الدنيا اتظبطت. مش هو سيادة المخرج هيديله 9 من 10، انا هديله 8.2 من 10، نديله 8. خلينا نخش على العبد. نخش على اخر حاجه معانا وهو العبد. العبد بقى هنا برده العلبه بتاعته تحس ان هي ايه شبه عبد الرحيم كويدر شويه، مستطيل كده لونها لبني كده، لون شيك جدا بصراحه، ومتبرشمه برده بستريتش زي اتوال. عبد الرحيم كويدر ما كانش متبرشم بستريتش، يعني تيبيكال تقريبا نفس الباكجينج بتاع عبد الرحيم كويدر. برضو جايب لنا هنا بتاع زي ملاحه كده ومعاها سكر، يعني هفتح اوريكم. بس عبد الرحيم كويدر بقى كان حاطط غطا فوق العلبه هنا، لا العبد مفيش غطا، هو لفها لك بس بالكيس ده. بس هنا بقى الكحك ومش متبهدل زي عبد الرحيم كويدر. طب ادي شكل الكحكايه، ندوقها بقى كده. كحك هنا بقى بتاع العبد ده تحسه كحك بيتي، يعني ماسك نفسه اكتر كمان من عبد الرحيم كويدر. من جواه بقى فيه سمسم مش مسكر زي اتوال، وطعم السمنه فيه احلى من عبد الرحيم كويدر واتوال. مش معنى كده ان طعم السمنه اللي فيهم وحش، لا هو حلو بس هنا احلى. فلا ده يعتبر اكتر واحد عاجبني لحد دلوقتي. فخلينا نجرب السكر بودره بتاعه كده، لان متهيألي الكحكايه دي مع سكر بودره هيبقى طعمها احلى كمان. وهنا بقى البتاع بتاعتهم الملاحه دي طويله شويه.
وفعلا مع سكر البودره تحس بقى ايه المعادله اكتملت. فدرو هديله تقييم ممكن نقول مثلا 9 من 10 يعني، فعلا هو احسن من عبد الرحيم كويدر وتوال بس مش بكتير يعني، مش التانيين مش تعبانين بالعكس حلوين جدا، بس هنا الكحك تحسه ماسك نفسه اكتر، واضافه السمسم دي جامده جدا. وبس كده يبقى العبد هو اللي كسب معانا، مش معنى كده ان عبد الرحيم كويدر وتوال تعبانين بالعكس حلوين جدا، بس العبد احسن منهم بحاجه بسيطه. بالنسبه للاسعار عبد الرحيم كويدر هو اغلى منهم هما الاثنين ب 10 جنيه، اتوال والعبد نفس السعر. كانت تجربه ظريفه، واحد بصراحه اتبسط من الكحك. نشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي بعد العيد، عشان فيديوهات بعد العيد دي يعني بصوا محضر لكم شويه افكار، حاجات ايه عنب كده، حاجات يعني مطاعم تقريبا ما فيش حد جاب سيرتها على اليوتيوب المصري خالص. فاتقلوا عشان بعد العيد ان شاء الله يبقى فيه مفاجآت جامده جدا وفيديوهات قويه جدا. ما تنسوش بقى تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناه. نشوفكم بقى ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.